هذه سالفة الحكيم من حكماء العرب، كان وجيها ومحفودا ويقضي بين المتخاصمين، وكان له رأي سديد غالبا، ورزقه الله جل وعلا مالا وفيرا يسلف الريجيل ويفك عن المكروب ويتجاوز عن المؤسد ويعين المحتاج. ومع هذا الذي رزقه الله كله إلا أنه ما أتاه الله جل وعلا إلا ولدا واحدا، وربى هذا الولد منذ أن كان لبنة صغيرة على مكارم الأخلاق وعلى الأمور التي تسر الرجال وترفعه بين الناس. مرة من المرات بعد أن قضى بين رجلين في خصومة بدت علامات الحزن على وجهه، فقال له ولده: علامة الحزن قد بدأ على وجهك. قال: أي بني، إني أخشى إن صرت إلى التراب أن يغلق هذا البيت، فلا يكون بين الناس من يقضي بينهم في خصوماتهم فأحزن. فقال الابن لأبيه: يا أبتي، أطال الله بقاءك، إن أنت مت فسأخلفك في الناس بخير وعلى خير. فقال الوالد هذا الحكيم يريد أن يختبر نباهة ابنه، قال: فماذا تفعل إذا اختصم إليك بخيل وكريم؟ فقال الابن: أخذ من الكريم فأعطي البخيل، فإن الكريم ينفق من غير خصومة، فكيف إذا كانت خصومة؟ يعني الكريم إذا رأى رجلان قد اختصما على مال جاء ودفع ماله ما له دخل، فكيف إذا كانت الخصومة معه؟ فأعجب وقال بثغر باسم: فما تفعل إن اختصم إليك بخيلان؟ فقال الابن: آخذ من مالي وأنفقه عليهما لفضي الخصومة بينهما. يعني هذا من كرم، يقول: من فلوسي أنا آخذ وأفض الخصومة بينهما. فأعجب إعجابا شديدا بابنه، فقال هذا الوالد الحكيم لابنه بإعجاب شديد: فماذا تفعل إن اختصم إليك كريمان؟ فقال الابن بذكاء شديد: يا أبتي، كريمان لا يختصمان، وإن اختصما فساعة شيطان، ثم يعود كل واحد منهما إلى أصله. فقال ذلك الوالد الحكيم، قال: ما ضرني لو مت من ساعتي هذه. يقول: لو مت فقد أخلفتك في خير، فأنت ابن أبيك. طبعا هذه القصة ذكرها أدهم شرقاوي الكاتب الفلسطيني في كتابه يحكى أن، وأنا اللي لفت انتباهي من هذه القصة بعيدا عن تفاصيلها هو الجزء الأخير منها، حين قال الولد: كريمان لا يختصمان، وإن اختصم فساعة شيطان. من أنبل الأخلاق التي تغطي سائر عيوب الإنسان الكرم، فالكرم يغطي العيوب التي قد تكون في الإنسان. فلاحظ، قد تقع الخصومة بين الكريم والكريم الآخر، وقد يقع الاختلاف، ولكنهما يعودان إلى أصلهما، كما بين ذلك الولد لأبيه، قال: كريمان لا يختصمان، وإن اختصم فساعة شيطان، ثم يعود كل واحد منهما إلى أصله. وأما من افتقد إلى هذه الصفة، صفة الكرم، فإن اللؤم في أخلاقه وطباعه، ولا ترى فيه خيرا قط، وإن كان فيه فإن البخل يغطي هذه الصفة. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله في رائعته، قال: تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء. سلام.